ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة محمد عاطف مراسل الغد. محمد، ما تفاصيل الإعلان عن أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا اليوم في مصر؟ نعم، يعني طبعا بالفعل منذ 14 من فبراير الماضي، منذ أن سجلت مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لم تشهد هذه الأعداد التي تتجاوز 100 في تسجيل الحالات الإيجابية. اليوم البيان رصد 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وثمانية حالات وفاة، وبالتالي ترتفع إجمالي الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا في مصر إلى 985 حالة، ضمنهم 216 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل، وأصبح عدد حالات الوفاة 66 حالة. بالنسبة للإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية يعني تحجيم انتشار فيروس كورونا، هي إجراءات التجديد والتنبيه على المواطنين بالتزام البيوت والالتزام بالإجراءات الوقائية باستخدام المطهرات وغيرها، إضافة إلى إجراءات أخرى تختص بإغلاق بعض المناطق التي يوجد بها حالات إيجابية مثل قرى وغيرها. هناك أيضا استعدادات وجاهزية لهذه المرحلة من خلال تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتزويد المستشفيات الجامعية بأطقم جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا، وبالتالي المستشفيات الجامعية في كل محافظات مصر أصبحت لديها استعدادات الآن لاستقبال مصابي فيروس كورونا. فهناك إجراءات اتخذتها الدولة للتصدي لمثل هذه الزيادة في أعداد المصابين. نعم محمد، هل تم الإعلان عن أي إجراءات جديدة متعلقة إن كان بالحظر أو تقليل التحرك؟ يعني طبعا في ظل هذه الأرقام، يعني إذا تزايدت الأمر أكثر من ذلك ربما يكون هناك تمديد لوقت الحظر، وربما يكون هناك تبكير لمواعيد الحظر. الحظر الآن يبدأ من 7 مساء وحتى 6 صباحا، ربما مع تزايد الأعداد تلجأ الدولة إلى أن يكون الحظر من 3 عصرا حتى 6 صباحا، وربما يمدد لفترة أخرى، لأن نحن في الأسبوع الثاني من فترة حظر حركة المواطنين، وبالتالي حتى الآن يعني هناك سيطرة على الموقف، لكن الأعداد مرشحة للزيادة. نعم، ولكن لم يعلن عن أي تغيير في المواعيد المتاحة أو التي يتم تنفيذها الآن في مصر. لا، حتى الآن هذا هو السيناريو الحالي، لكن طبعا كل جميع السيناريوهات الدولة جاهزة لكل السيناريوهات. نعم. هناك جاهزية واستعدادات على المستوى الأجهزة التنفيذية وعلى مستوى وزارة الصحة، يعني أكثر من 1000 سيارة متنقلة دفعت بها وزارة الصحة اليوم لمواقع العمل في المشروعات القومية والمناطق الصناعية للكشف على العمال حتى يمكن الوصول إليهم في مواقع عملهم، وبالتالي يمكن يعني التأكد من عدم إصابتهم أو إصابتهم بفيروس كورونا في مواقعهم. محمد عاطف مراسل الغد من القاهرة، شكراً.